الله يا شيخ. الله يحييك. هذا أسلوب من أساليب التحايل أحياناً، الحيل أحياناً تنفع. الله يحييك. الله يحفظك. مرحبا بالشيخ. أراد أن يسمع منه حديثاً فماذا صنع؟ هذا كنت أتكلم بقول أحد الأخوة. نعم. أراد أن يسمع من أحد المشايخ حديث الرحمة المسلسل الأولية. نعم. كأن الوقت ما كان مناسب أو الشيخ يعني يعتذر أو كذا. بعد الطريق قال الشيخ حديث الرحمة. قال الشيخ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم ما في الأرض يرحم ما في السماء. نعم. قال الحمد لله الشيخ سمعت منك. الحمد لله. إذا نحن نخرج منك الكلمات. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أيها الشيخ.